مرحبا واهلا وسهلا من جديد بحلقة جديدة من لعبة ذا تالوس برينسيبل. بالحلقة الماضية كنا دخلنا على العالم رقم 2 واللي هو جزء كما يبدو من العالم A، وانا هون بقي لي ذا اسكليتنج بروبلم. ذا اسكليتنج، شو ذا اسكليتنج؟ يعني المشكلة اللي عم تتصاعد او عم تزيد. هون في شيء جديد اول مره اشوفه. ايش هذا؟ ايش Here, those who are worthy may seek the counsel of my blessed messengers, but their wisdom shall not be given easily, for your accomplishments must be your own. Seek counsel. هون بيعطيني مثل حكمة أو مساعدة أو إشي. بس I spent much time waiting for the designer to take my hand until I realized that he had been guiding me all along. I realized that it is not for me to seek his help. It's for me to help myself. لازم أنا أساعد نفسي، مش أنطر مساعدة من الشخص اللي صمم العالم هذا. فالظاهر هاي هون إذا بحال يمكن استسلمت أو ركعيت بيعطيني مثل مساعد، يمكن، مش متأكد، ما عندي فكرة. رح أحاول إني أنا هلأ. واو، أوكي، أخذت هاي، نفتح هاي، بعتقد الطابرة رح تيجي تفوت. وهذا عم بتحرك ب أيوة، هذا عم بتحرك بمسار غير مستقيم. طلع عم بتحرك بمسار فات لجوا. هلا حبسته جوا على كل حال. ايوه كان فايت لهون هذا. اوكي، واضح، لانه هون هلا عم بجيب القطعه الحمراء. القطعه الحمراء، فما بتعجب انه يكونوا هي القطعه الحمراء هناك. فما بتعجب انه يكونوا صعبوا شوي المنطقة هاي او المرحلة هاي. منيح في ادراج، انا بحب اطلع على الادراج، بس ما في اشي فوق. اوكي، انا هون يعني هلا شو دخلنا؟ شو في اعمل؟ في اشي هون ورا شجر. بفوتوا عليها ولا بفوتوش عليها؟ ما بعرف. هذا هون في كمان درج، وفي هون باب بده مفتاح. هذا كبير العالم هون، كبير، اكبر من المناطق اللي احنا بده مفتاح، اكبر ويمكن اصعب على الارجح من المناطق اللي هو هي. هذا عم بلف بدور بمسار معين كذا واحد، شايف؟ ايوه عم ببلشوا عم بصعبوا بعدين. بدك تصير هلا تقعد تحاول وتشوف كيف عم بتحركوا. يعني القصة منا هيني. مفتاح جوا. طيب انا فيني، مدام هذا الظهر في واحد عم بلف بدائرة، اوكي، انا فيني اني اكون على الجهة المقابلة ابعد عنه. هذا عم بلف بكمان دائرة هون جوا، دائرة برانية ودائرة جوانية، اوكي. طالما انا بعيد عنهم، امس، زيح عنه. طيب هذا عاوز مفتاح، وانا المفتاح، اكشوي المفتاح جوا. اوه، اوكي، رحت شوي. بدي انا هلا اقعد الف وراهم هذول. اوكي، انا عم بلف قاعد ورا، عم بلف ورا هون، بس هاي مسكرة، مسكرة هاي يا معلم. طيب اطلع من هون. ايوه، طيب لكن انا هاي هون عاوز جامر لحتى اطلع المفتاح. الجامر وين بنجيبه؟ انا شفت جامر واحد بس اللي هو هذا، وانا مستعمله، أنا هذا الجامر مستعمله.
جامر تاني بالمحل. انا هاي هون حبستها مش عارف اذا لا 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 لا. طيب انا على كل حال ما دورتش جوا، راح ادور بالمنطقة التانية، راح احاول اني شوي كان بده ينفجر هذا. طيب ما دورتش جوا، فهلا نفوت ندور جوا ممكن نلاقي فش. ايوة هذه هي الصعوبة باللعبة، كنت بتوقع الاقي اشي. اوكي هلا هون عامل لي حاطط لي كونسل استشارة، لكن قبل ما نستشيره خليني اطلع هاي هون. لا زيح عني انت هلا. لازم افوت هذا لجوا. انا هالابواب هاي هل فيني اني استفيد منها بطريقة ما؟ لا 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 فيش اشي هون. فيني احط هذا. طيب تعال نشوف شو عم بيقول لي بالكونسلينج هاي، انه كما يبدو الدور لحتى ينحل او المنطقة تنحل. تعال نجرب. The counsel of my blessed messengers must be earned. Divine spirits, I am in great need and I seek your counsel. Mr. Goodsmith. حط لي اسمي. هذا اسمي على ستيم بالمناسبة. Mr. Goodsmith. طيب أنا عم بطلب هون، عم بطلب مساعدة. شوف شو كيف فيهم يساعدوني. A messenger must be awakened first. شو يعني؟ A messenger must be awakened first. ما عارف يعني مساعدة ثانية. Auto responder. هذا رد علي بيقول لي A messenger must be awakened. بدي أفيق إشي اسمه The messenger. وهذا من وين بدنا نفيقه؟ قربت كثير عليها. لكن ما في اي امكانية هون، ما في اي امكانية. واذا بحال وقفت من ورا ما في اني اخذه من ورا. طيب فما عندي فكرة بالضبط. فيني افتح هون هذا؟ اذا بحال مدام الطابة هاي عم بتفوت لجوا. اذا انا فتحت لها الباب راح تفوت لهون تطلع. لحظة شوي لحظة شوي. لو انا بحال فتحت لها الباب الطابة هاي راح تفوت لهون وراح تطلع على الدرج وراح تفوت. راح اجرب اعملها جاست يعني هيك فور تيستينج. بس هكي بدي كيف بدي افتح الباب؟ لانه اني اجي الحقها اوكي اطلعي نشوف. راح افتحها واحاول اذا فيني، بس ما بعرف اذا فيني افوتها على الباب هذاك. بس ارجع بدي اعيدها مرة ثانية. اشوف لوين بتروح. هل الها مسار معين؟ هل هاي المقصودة فيها انه بدي ابعتها لحتى تفيق اللي اسمه الماسنجر؟ اوكي
روح نشوف وين راحت. If the answer does not come to you, do not despair. The worlds of my garden are many. على محل ما المفتاح رايح لحتى تجيب. انا بدي افتح المنطقة هاي. طيب بعمل ايش انا؟ راح اشيلها تخليها بس تفوت. بدي اخذها واهرب لانه ايوه راح افوتها هون. انه اخذ شوي لحظة شوي لا في عندي انا هون فيني اعمل شيء اشغل اعمل شغلي ما فيني اعمل شيء هون. طبعا هاي ليش يعني شو الفايدة انه بتفوت لهون؟ هو وين افوتها لهون؟ ايوه صحيح عن طريقي راح ارجع ادخلها هون. واضح انه هون عم يعني بتجمع انت قطعة حمراء وقطع الحمر هدول ثمينين جدا. حابب اني انا يعني اقضي بعض الوقت بهالمكان هذا احاول اني اعرف كيف ممكن احل لهال هاي المنطقة هون. طيب كان هاي الطابة كانت عم بتحاول تفوت لهون. بفتح المفتاح وبدي اعمل 100,000 شغله وشغله. هو انا بمجرد اني قدرت اني اخذ المفتاح بس المفتاح مسكر ما له مدخل ثاني. فيني اعمل زوم انا وين وين زوم اها هاي عاوزه المزيد من التامل. هل ممكن اني استفيد من الدرج؟ wait a minute. هل فيني اعملها ولا لا؟ هاي اذا حطيته هذا هون او نو كان الفكره اني اطلع واحاول لحظه شوي اني احطه هون واجي اطلع من ورا واخده. ما هاي انت بعدك اذا مش عارف شو الاشي اللي اللعبه ايوه هاي هي يا معلم هاي هي هاي بده واحد يعرف شو الاشياء اللي اللعبة في انه يعملها او ما يعملها. اها دخلناه من ورا هذا ايوه. هلا بدي اجي الحق هدول بسرعة انه انا ما عندي اي فكرة. وهذا كيف بلفوا له بعكس عقارب الساعة؟ هذا مع عقارب الساعة تمام. وهيك حصلنا على الجامر الثاني وحصلنا على شيء اهم اللي هو المفتاح. مش بس جامر حصلنا على مفتاح. اوكي انا هون بحاجة لاثنين جامر بالتأكيد. هذا واحد من هذا واحد وين راح؟ هلا جبته معي. ضوعت مش كافي اثنين جامر يا أستاذ؟ انا دخلت لهون او انا بس دخلت جبت المفتاح مش الجامر. في جامر واحد كان مظبوط جامر واحد بس. الطابات هدول بفجروا
المدفع اللي فوق مثل ما صار بالحلقة الماضية. اوكي طيب اذا هيك القصة، هلا كيف بنطلع؟ نطلع بالعكس، نطلع من هون سوري. طيب فهذول الطبقات مثل ما شفنا بالحلقة اوبس بفجروا بفجروا اوكي فلا سيح على الطريقة نو غلطنا ارجع لورا عيد المحاولة مرة ثانية. لو فيني انا من هون من فوق افتحها بس ما فيني. اوكي لا 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 ليه ما عم بصير؟ مش عم بقدر اخذها. واو عن جد يعني القطع الحمراء هاي ثمينة، لا عجب انه يكونوا صعبينها و... ايوه هلا بتروح. واو اوكي بتروح وبتفجر هلا على الارجح. لا اوه في شعاع تاني، ايوه في شعاع تاني هلا بدي اروح افتحه كمان. مظبوط اوكي بدنا نعمل الشيء اللي عملناه بحلقه سابقه اوكي اوكي نيجي بسرعه من ورا من ورا من هون. بعد فوق هاي تمام، نفتح لها الطريق اللي بدنا نفتح لها اياه. بس في عنا كيف بدي ادخل هلا؟ بدي الحقها بدي الحقها بسرعة وهي طالعة لفوق افتح لها البوابة. يعني فكرة انك تقعد تلحقهم لهدول الطبات. طيب نلحقها بس بحذر شديد لانه فتحنا له البوابة كما اعتقد. ايوه فجرتها فجرتها وتفجر كلياتها. ايوه حصلنا على القطعة الثمينة، القطعة الحمراء. اوكي فيني ادخل في شيء هلا؟ طيب هيك بنكون ختمنا او خلصنا العالم رقم 2. بس في نجمة ضايعة مش عارفين وين هي هلا بعد ما لقيناهاش، وعلى الارجح رح اخصص لها حلقة خاصة النجمة هاي. بس هذا في سلم، شو بيعمل السلم هذا؟ شو استفدت من السلم؟ طيب نرجع على البوابة هاي. مثل ما شايفين خلصنا كل شيء ما عدا النجمة اللي بدنا نلاقيها، وانا بدي احاول اني اجمع كل النجوم بس واضح انه النجم الثاني هاي شوي صعبه. فكالعاده ححاول اني استمتع باللعبه وادور عليها لحالي، وبحلقه قادمه حفرجيكم النجمه هاي وين موجوده، وكمان هقرا او افتح هالكمبيوتر هذا واشوف شو مكتوب عليه كمان. يمكن انتم ما حابين تشوفوا قاعد عم بقرا اشي بالانجليزي، فراح اقراها واذا شفت فيها شيء مهم ممكن اني كمان افرجيكم عليه بالحلقه القادمه. هيك بنكون خلصنا الحلقه هاي ومنكفي بالحلقه القادمه. الى اللقاء.